في اليوم راح نكمل اخر محاضره اخر مجموعه محاضرات عن الاندكشن موتور، واحنا مركزين بشكل رئيسي على السكور الكيج اندكشن موتور. اذا بتتذكروا هذا ليش الشكلين هذول، ايش هذا الشكل الكيرف ايش نسميه؟ ايش هذا الاكسس؟ هذا سبيد واللي هو بالار بي ام اذا سميناه ان، وهذا الاكسس هو التورك سميتها او تي مثلا نيوتن. هاي العلاقه بتوصف لهذا المحرك، لاي محرك بتوصف العلاقه بين سبيد والتورك، لكن ما في شكل واحد لسبيد تورك، في اكثر من شكل. عايش بيعتمد شكل سبيد تورك، في نيما، النيما اظن ناشونال انجينيرنج، انا مش متاكد اختصارها ايش نيما، بس هي ستاندرد امريكي لانواع السكور الكيج اندكشن موتورز لشكل سبيد تورك. هلا طلعوا هدول التو كيرفز، هذا شكل الاي تقريبا وهذا شكل الدي، شو بيختلفوا عن بعض؟ ايش الاختلاف الاساسي بينهم؟ في اختلافين اساسيين او ثلاثه، نعم. التورك، نعم، مين الاقل؟ مين ايش؟ لاحظوا ستارتنج تورك، مين اعلى ستارتنج تورك له؟ دي دي ستارتنج تورك له اعلى من الاي، بس في مشكله في الدي. لينز الفتحه. يعني هون لما بيشتغل على المنطقه هاي الريتد تورك، يعني افترض هي انا شريت جهاز وهي الريتد تورك فيه، او هي عفوا الريتد سبيد اللي عليها سليب، عند هذا السليب. او خليني ارسمها بطريقه مختلفه حتى اجيب نفس الريتد تورك، ارسمها بشكل مختلف شوي. طلع هلا على التو كيرفز، لو انا بدي ريتد تورك هلا بدي قيمته، يعني لو فرضنا هذا تي ريتد، ايش احنا عرفنا الريتد تورك؟ ايش بصير عنده؟ قديش السرعه بتكون؟ زيرو، بتستغير لا مش زيرو. الريتد تورك ايش السرعه بتكون عنده؟ اللي هي ايش؟ اللي هي عند الريتد سليب، مضبوط؟ اذا بتطلعوا على الكيرف التنين هون، عند محرك اي هي السليب تبعه، والمحرك بي قديش السليب تبعه؟ اللي بيختلفوا بالسليب، ايش بيختلف فيهم اذا؟ تذكروا الاير جاب باور كيف تتقسم كانت؟ يكون في واحد اعلى اس، كانت واحد ماينس اس واس بنسبه، فالاير جاب باور كانت تتقسم بهاي النسبه، نسبه الواحد ماينس اس شو كانت تعطيني؟ ايش اسمها؟ كونفرتد باور، هاي كانت تعطيني الكونفرتد باور، فالاير جاب مضروبه في واحد ماينس اس بتعطيني الكونفرتد باور، هاي شو كانت تكون؟ بي ايش؟ لا مش كول. هاي الباور الاير جاب بعد ما عبرت الاير جاب كيف كانت تتوزع الباور؟ هاي كانت الروتر كوبر لوسز، مضبوط؟ طيب اذا الاس، مين الاس له اكبر هون؟ اتريتد تورك دي اس دي، مضبوط؟ اذا مين الروتر كوبر لوسز تبعته اعلى؟ شوف انا عندي السليب قديش هون قلنا؟ واحد هون زيرو، مضبوط؟ هلا لما بمشي بهذا الاتجاه ايش عم بصير بالسليب؟ عم بزيد، مضبوط؟ اذا السليب هون قريب للزيرو، هون ابعد عن الزيرو، مضبوط؟ مين السليب له اكبر لما يكون يعطيني الريتد تورك؟ الدي ولا الاي؟ الدي. اذا الدي السليب له اكبر، اذا السليب له اكبر ايش بقول عن الروتر كوبر لوسز تبعته؟ اكبر. اذا الافشنسي تبعت الدي اقل، في هاي خساره، هاي مش هاي خساره؟ اذا اللوسز اعلى بالدي اتريتد، اذا قارنت الاي بالدي، الدي احسن من الاي بايش؟ بالستارتنج تورك اعلى، بس الاي احسن من الدي بايش؟ بالافشنسي، الروتر كوبر لوسز اقل، اكثر من النسبه اكبر من الاير جاب باور تحول لكونفرتد باور، ونسبه اقل كانت روتر كوبر لوسز. شايفينها هاي من هون واضحه ليش؟ انا عمالي بقول لو بدي اصنع انا محرك ممكن اصنعه اي وممكن اصنعه دي، بس انا بالنهايه بدي نفس الريتد تورك يطلع منه، مزبوط؟ اذا بدي نفس الريتد تورك هي الريتد تورك المطلوب، بس هذا على اي سرعه بصير لاي؟ على سليب صغير، وعلى اي سرعه بصير لدي؟ على سليب كبير، اذا زاد السليب ايش زاد عندي؟ اذا مين الروتر كوفر لوسز تبعته اكبر؟ الدي، اذا الافشنسي تبعت الدي اقل لانه هذه لوس مش فائده، هاي اللي عم بستفيد منها، هاي بستفيدش منها من هون. لكن ميزه الدي ايش كانت؟ انه
مش باور ستارتنج تورك احسن اذا للتطبيقات اللي بدها ستارتنج تورك اعلى الدي احسن لكنه الافشنسي تبعته اقل وطبعا البي والسي بيجوا بكيرفز ثاني ما راح ارسمهم ما بدنا ندخل بتفاصيلهم كثير حتى اغير هذا التورك الاشياء اللي بتهمني اللي تتغير معي هي ار2 ايش هي ار2؟ لود ار2 هي ريزيستر وين موجود هذا الريزيستر؟ في الروتر مش هيك هو الروتر ريزيستنس ار2 ريفير تو ذا برايمري واكس2 هي الاندكتنس تبعت الروتر هلا حسب كيف بصمم الروتر هذا الروتر انا جبت منه مقطع قصيت مقطع من الروتر ايش راح ينحط هون؟ الاسلاك تبعون السكورل كيج مش اسلاك السكورل كيج راح تنحط هون هلا انا ممكن اصمم هذا بحيث انه السلك هذا ابعده عن الستيتر مش الستيتر هون والروتر هون راح ينحط اذا بعدته اكثر عن الستيتر بتتغير قيمه اكس 2 بتزيد قيمه اكس 2 وار 2 بتعتمد على السلك نفسه ومقاومته تصميم وتفاصيله ما راح ندخل احنا فيه بس بهمنا ايش نفهم نفهم انه انا بقدر اغير ار 2 اكس 2 واذا غيرت ار 2 اكس 2 ايش بتغير معي؟ بتغير شكل هذا الكيرف اللي من هون واذا زادت ار 2 بيقترب الشكل اكثر من شكل الدي واذا قلت ار 2 بيقترب الشكل اكثر من شكل الاي حسب ما بغير ار 2 اكس 2 هذا بغيره بالتصميم تغير التصميم تبع الروتر اكس 2 بس دكتور اكس 2 اللي هي الاندكتنس الليكج الليكج تبع السكندري تبع الروتر مش هذا له اندكتنس وله ريزيستنس الريزيستنس تبعته هي ار 2 ريفير تو ذا برايمري واكس 2 هي الاندكتنس تبعته ريفير تو ذا برايمري حسب ما بغير هذول بغير شكل الكيرف في اربع ديزاين كلاسز اي وبي وسي ودي وين مرت عليكم اي قبل هيك شو كانت ايش استفدنا من نيما اي من نيما اي كلاس ايش كان في خصيصه من خصائص النيما اي كلاس تمام اكس 1 بتساوي اكس 2 النيما كلاس كانت عندي اكس 1 بتساوي اكس 2 في جدول موجود بالكتاب الجدول هذا بفصل تفاصيل هاي العلاقات ما بين اكس 1 واكس 2 للكلاسز المختلفه اللي